مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في برنامج بيروت اليوم، حيث يطيب لي ان استضيف رئيس اتحاد الغرف اللبنانيه، رئيس غرفه بيروت وجبل لبنان الاستاذ محمد شقير، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتيه. مبادرة الهيئات الاقتصادية في غرفة بيروت أمس، هل تنجح في ترميم ما أحدثته الخطابات السياسية؟ بالإضافة إلى تحييد لبنان عن الغليان المحيط، ما هو المطلوب لتشجيع الاستثمار وتفعيل مختلف القطاعات الاقتصادية؟ ما هي الخطط البديلة لإقفال المعابر البرية أمام الصادرات اللبنانية؟ أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. هل تنجحوا أنتوا والجمعية المصارف والهيئة الاقتصادية بترتيب وترميم هذه العلاقة المهتزة مع دول الخليج؟ شوف، أنا ما بعتقد اليوم صوت من هون صوت نشاز من هون ممكن ينزع علاقة يلي هي مبنية من عشرات عشرات سنين. هذه في علاقات اقتصادية، علاقات عائلية، علاقات شراكة موجودة بيننا وبين السعودية وبيننا وبين كل الخليج. ما بعتقد. أنا مبارح كنا حبينا نعمل هالوقفة هاي بالغرفة ببيت الاقتصاد الوطني، هي وقفة وفا، لأنه الإنسان لو شو يعني ما كسب وما عنده وفا بيخسر كل شيء بحياته. نحن عم نقول أوفية للمملكة العربية السعودية، نحن أوفية لأكثر بلد عربي بتستضيف لبنانية، أوفية اليوم لأكثر بلد اليوم وقفت مع الشعب اللبناني، مع لبنان، مع الدولة، مع الحكومة أيام الحرب وأيام السلم. نحن كنا عم نقول نحن بدنا أحسن علاقات مع السعودية، نحن مستمرين، نحن حروح نزورهم، نحن ما ممكن أي صوت يقدر ينزع على هيدي العلاقة. بس كمان بذات الوقت مبارح قرينا أنه في 25 لبناني وبعيدوا من الإمارات. شوف، في اليوم بالعالم العربي 550 ألف لبناني. خلينا نشوف من سنة لليوم كم واحد اليوم بعدوهن من الإمارات أمام المملكة. ما في إنسان أنا بأكد لك كان مظلوم، بس ما بقى يسامحه. يعني أي حكي بالسياسة ما بقى يتسامح عليه، أي موقف بالسياسة ما بقى يتسامح عليه. أنا رحت وكان في عنا زيارة من شي شهر ونص، وكنت عرفت على الإمارات وتأجلت هالزيارة لشهر الجاي، ورحنا شفنا اليوم يعني الوزير الخارجية وشفنا وزير تاني، كان حكيهم كتير واضح، ما له مكان أي شخص متطرف، إذا كان شيعي أما سني أما مسيحي. أمن بلدهم أهم شيء. بدك تحكي سياسي، فضل رجع على بلدك أحكي سياسي. بدك تحط لي صورة الزعيم أما صورة فلان بمكتبك أما على سيارتك أما، هذا ممنوع. بدك تستقبل حدا اليوم عدو لهذا البلد، عدو لاقتصاده، عدو لأمنه، تفضل رجع على بلدك. بقى أنا اليوم إذا رجع له 100 200 300 هدول أعداء نفسهم أول شيء، وهدول ممكن يأثروا على 550 ألف لبناني، لا يرجعوا، معلش ما حنسأل عنهم. عندك انطباع أنه 550 ألف وضعهم ثابت؟ وضعهم ثابت أكيد. أنا بقدر أكد لك مبارح بكلمة السفير السعودي بالغرفة أكد هالشي. نحن اتصالاتنا مع الكل منأكد هالشي، ولكن أنا الخوف الوحيد هالحملة اللي عملناها، وهال إذا بدك البرمي عند المسؤولين يلي أجوا من المملكة في التعامل مع الشعب السعودي أما الشعب الخليجي. نحن عارفين أنه اليوم كحكومة السعودية، كملك، كدولة، مستمرين بدعم لبنان، مستمرين اليوم بيعرفوا اليوم مين معهم ومين ضدهم، عارفين كل التفاصيل، ما بدنا نقول لهم. أنا بهمني بس الشعب أخذ على لبنان أنه نحن اللي وقفنا معكم. نحن فتنا لأول مرة بحرب، نحن كان حدودنا مهدد، بيجي بيطلع قرار أما بيطلع من عندكم هالشتائم أما بيطلع هالموقف، هيدا الشغل الخطرة وهيدا الشغل اللي نحنا يعني لازم ننتبه له. بالمقابل صار هيدا العام الثالث أو الرابع على التوالي ما شفنا مصطفين، هالموقف ما انتهى من 2011؟ ما شفنا مصطفين، ما شفنا استثمارات اليوم خليجية. شوف، الاستثمارات اليوم بلبنان من سنة 2006 لل 2010 كانت تتراوح من 4 مليار ونص و 5 مليار، بسموها الاستثمارات اليوم الأجنبية، هي 90% استثمارات خليجية. وقت بقول 90%، 50% دائما هو استثمار سعودي و 50% استثمار باقي دول الخليج. لا في استثمارات،
قطاع السياحه اليوم نزل من 4 من 8 مليار بال 2010 ل 4 مليار بال 2014. يعني الحركه العقاريه نزلت. نحن اقتصادنا شئنا اما ابينا مبني على دول الخليج. مشان هيك انا بستغرب كيف ممكن انسان يكون عارف هذا الشيء. بالارقام نختلف قد ما بدنا، بس بالارقام ما بنقدر نختلف. بيعرف انه لبنان اذا بعده واقف على اجري، اذا لبنان بعد مصر في انهيار، اذا لبنان بعد مصر في مجاعه بسبب التحويلات اللبنانيه من دول مجلس التعاون، لانه ايضا تحويلاتنا اليوم اللي هي 8 مليار ونص 85% من دول الخليج، من السعوديه هي 4 مليار وشوي فقط من بس من المملكه. كيف ممكن نحن نضرب حالنا؟ كيف ممكن نحن نخرب بيوت حالنا؟ هيدا اللي اجى المجلس الاعمال اللبناني اللي موجود بالرياض وبجده برموا عن كل المسؤولين، قالوا لهم ارحمونا، نحن هربنا منكم من لبنان ورحنا لنشتغل بالمملكه اما بالخليج، لاحقيننا لتخربوا بيوتنا كمان هون؟ هذا المسج اللي كان، وانا بعتقد صوتهم وصل وصوتنا وصل ومستمرين نحن. ممكن ينعكس عوده مصطفين او استثمارات؟ لا لا ما في، هلا نشوف مش نحن. لا ما انا بعتقد اذا كملنا هيك بهالخطاب، الصيفيه بلشت، الصيفيه بلشت، انت بتعرف رمضان هالسنه ب 15 حزيران، يعني المفروض اول شهر الجاي الصيفيه بلشت، وين اليوم السواح اللي بدهم يجوا لعنا؟ وين؟ استقرار امني موجود، ولكن بنقعد بنهاجمهم بهالطريقه، كيف بده يجي لعندك؟ كيف بده يحس بالامان؟ اول ثلاث اشهر من هالسنه اعلن وزير السياحه عدد اليوم السواح الخليجيين زاد 100% عن سنة 2014، بس هلا شبه ما في سايح خليجي بالبلد. والحجوزات كله متراجع هلا؟ ما بس الحجوزات، الوضع الاقتصادي كلياته متراجع، نحن بوضع فعلا خطر. هلا رح نفوت بهذا الملف، بس عم بحكي عن موضوع العرب والمصطفين. ما في حجوزات، اليوم بتلاقي الطيارات جاية من الخليج هي طيار كلياتها لبنانية، ما في أبدا. أستاذ محمد، عم بتقول بيتفهموا القضية اللبنانية والواقع اللبناني، ألا يمكن أن يتفهموا أنه من يتكلم يعبر عن نفسه ولا ضرورة؟ هاي كحكومة بس أنت بدك الشارع. نحن شفنا الشارع، شفنا الصحف، اليوم كان في لوم كتير كبير علينا، في كتير لوم كبير علينا ومعن حق. وانا برايي كان لازم يطلع موقف من الحكومه اقوى بكثير من هالموقف اللي طلع، مثل الموقف اللي طلع منا كقطاع خاص. نحن كقطاع خاص اللي طلعنا بموقف قوي، اللي طلعنا برساله قويه، كان مفروض يطلع موقف اقوى بكثير من الحكومه. طيب مش معروف الواقع اللبناني وشكل الحكومه؟ الواقع اللبناني بيعرفوه، ولكن الشارع، مش الشارع كله بيعرفه، بيعرفوه اليوم اهل السياسه، المسؤولين بيعرفوه، هدول نحن عارفين ورحنا قابلناهم وسمعنا نفس اللي انت عم بتقوله بيعرفوا، بس انا بدي الشعب كلياته يكون عارف. هيدا اللي نحن عم نعمله، هي مشان هيك الحمله بالسعوديه يلي نزلت من الجاليه اللبنانيه، من مجالس رجال الاعمال والاستثمار، عم بفسروا للشعب، ما عم بفسروا اليوم للقاده اليوم وللوزراء وللمسؤولين. نحن بازمه مستمره، يعني ربما من 2006 لليوم. مش ازمه، نحن اليوم باكثر من ازمه، انا بسميها نحن بشبه كارثه. طيب هل شبه الكارثه على التراكمات؟ نعم، كل سنه بنقول وصلنا على الخط الاحمر. مزبوط. قديش بعد قادر لبنان برايك؟ ما كثير. وانا بدي اقول لك شغله، انا اتمنى يكون في جرأة عند المسؤولين يطلع يحكوا قديش الوضع الاقتصادي صعب. انا عارف، بس انا ما بدي احكي، انا عم بحذر، بس الوضع صعب. انا ما بدي احكي مشان اذا ما تنفجر الشغله بوشي، اما يصير في اي شيء لا سمح الله لا نتمناه، بس نحن بوضع خطر، الكل خايفين، من الكبير للصغير خايفين، بس ما في حدا عم بيحكي. وانا اتمنى يطلع يحكوا بقى، لانه وصلنا الى مكان. طب شو ناطرين؟ شو ناطرين؟ عم نشوف مؤسساتنا عم تنهار، عم نشوف اليوم صناعه لاول مره من 10 سنين صادراتنا بال 2014 اليوم تراجعت. ليه بدأت تتراجع في ظل انه عدم استهدافها بشكل مباشر؟ بدها تتراجع، اول شيء، اول عامل اليوم المصانع السوريه اللي غير مرخصه والغير شرعيه اللي هي موجوده بلبنان وعم بتنافس الصناعه اللبنانيه. ثاني شيء اليوم بتقدر تصدر من لبنان هيدي؟ عم تقدر تصدر اليوم باسماء وهميه، للاسف بتطلع باسماء وهميه، عم تقدر تصدر في 100 طريقة. طب يعني لازم يطلع الميزان اذا عم يقدروا يصدروا، يعني زادت قدره التصدير. هدول يا استاذ الكريم
مؤسسات عم بقول غير شرعيه، لا بتدفع ضريبه ولا تي ولا بلديه ولا ماليه ولا ضمان اجتماعي ولا كهرباء، ما بيدفعوا شيء، ما عم بيستفيد، كلها شغلهم اليوم تحت الطاوله بطريقه غير شرعيه. انا مع اليوم الاستثمارات الاجنبيه السوريه اهلا وسهلا فيها، ولكن تكون استثمارات مثل اللبناني، يدفعوا نفس الاعباء اللي نحن بنتحملهم، بس ما يكونوا هن اليوم كيف بدي نفسه انا؟ هيدا اول سبب. السبب الثاني كمان انخفاض سعر اليورو، انت اليوم صار كلفتك الانتاجيه عاليه، اليوم اليورو كان ب 41 45 من سنه، اليوم 1.07. سيدي ما لازم يفيد الاقتصاد الصناعه لانه بترخص؟ ابدا ابدا اليوم ابدا. انت اليوم وقت ما في عندك دول اوروبيه اليوم صارت بضاعتها ارخص من بضاعتك، قبل كان المستورد اللي يستورد منك يقول لك اليوم الدولار، اليوم الدولار بيعمل 70 من اليورو، اليوم تقريبا صار الواحد، تقريبا حيصير 1.1. كمان نزلت المواد الاوليه، يعني المواد الاوليه بعد ما نزلت مثل ما المفروض تنزل اولا، في نزل سعر المازوت اوكي، بس مش هل ما اثر علينا، بالعكس نحن اليوم اليورو وقت ما يكون اليورو غالي نحن بضاعتنا بتكون ساعتها مقارنة مع غير دول، خذ مع تركيا، طب اليوم تركيا اليوم بتبيع باليورو وانت بتبيع بالدولار بضاعتك هون، شوف قديش الفرق الاسعار. نحن الحد الادنى صار عم بكلف 800 دولار للعامل، بتركيا 330 يورو. نحن بلد صار اول شيء انتاجنا غالي، كلفة الانتاجية صارت غالي، ما في اي مساعدة اي شيء من الدولة، بالعكس الدولة هي عم تدفشك لورا للأسف، ولكن بعدنا مستمرين. بس لغاية إمتى بنقدر نضلنا مستمرين؟ وبرجع بقولها وبكرر، إذا البلد بعده مستمر بسبب اليوم التحويلات اليوم اللبنانية من دول الخليج، إذا البلد بعد واقف على إجري، إذا بعد في شوية سواح بسبب اللبنانية اللي عم يشتغلوا بالخليج، كم لبناني عم يجيك اللي عايش من البرازيل واللي عايش بأمريكا واللي عايش مين الحركة اليوم السياحية اللبنانية دول الخليج، صح أم لا؟ هاي عم بحكيك بالأرقام، شوف كم سيحة بفوت من الإمارات، من السعودية، من دبي، من هدول كلياتهم أغلبيتهم لبنانية. هدول إذا بدنا نفقرهم وبدنا نخوفهم وبدنا نخرب لهم مصالحهم، هذا ما رح يجي، هذا حيجيك لهون يصير عاطل عن العمل، يصير مصيبة عليك، يصير حملة زيادة عليك. شو بنعمل بهذا الإطار لتخفيف الأعباء، غير أنه الشق السياسي الأمني غير مرتبط ب اللبنانيين عموما والهيئات الاقتصادية؟ ما في شك انه الوضع الامني اليوم الوضع الامني جيد، وهذا شيء اكيد نحن كلياتنا يعني سعيدين وداعمينه، وهذا اساس. ولكن انا بشوف وين في خطة اليوم عند الحكومة مع اهل السياسة، خطة اليوم اقتصادية؟ طب قدمتوا له شي خطة ورفضوها؟ خليني بس قل لي مجلس وزراء اجتمع مرة وحكى بالوضع الاقتصادي، حدا يقول لي بيحكوا هلا بالموازنة، حدا يقول لي اليوم مجلس مختلفين على كل شيء، مختلفين اذا اليوم حتى على مشروع النفايات بعدهم مختلفين. نهار التنين كان في مؤتمر على موضوع النفايات، قد ما شفت في خلافات قلت اذا مختلفين اهل السياسه على النفايات كيف بدهم يتفقوا على انتخاب رئيس جمهوريه؟ الخلافات والمصالح الشخصيه عم تاكل البلد، عم بتهمش بالبلد، عم بياخذونا على الهاوي، عم بياخذونا على الانهيار. طيب انتم هيئات اقتصاديه تقدمتوا شي مره بشي خطه؟ نعم، بس بخطه واحده، بخطة واثنين وثلاثة، ومقدمين ورقة وأفكار. عم نيجي نقول لهم لك يا عمي عم تحكوا بموضوع زيادة الضرائب، زيادة الضرائب كيف؟ بس فسروا لنا اليوم وضع الاقتصادي عم بتراجع، نمو ما في، مين اليوم بزيد اليوم أعباء؟ مين بزيد اليوم؟ أنتوا كدولة العجز عم بزيد، طب ما شوف الموازنة، خلينا نشوف أرقام الموازنة، شوف العجز، العجز بالموازنة بال 2004 4 مليار وشوي، 2005 طالع 5 مليار وشوي دولار. طب كيف اليوم بتفكروا اليوم تزيدوا اعبائكم؟ بال 2014 الدوله دخلت 14000 موظف، انت مؤسس اليوم كدوله ما معك، انت مؤسس اليوم عم تتراجعي، انت مؤسس اليوم عم تتديني، بتزيدي 14000؟ هلا في حل عند الدوله، اذا اقروا اليوم قوانين ومراسيم موضوع النفط والغاز ساعتها هو ما بقى في خوف، ما بقى في خوف اليوم انه الدولة يصير في عجز 4-5 مليار، اما تروح اليوم يزيد دينا حتى لو الدين طلع لل 70-80-90-100، تعرف الدولة انه بعد 7-8 سنين في عندها دخل بالسنة 10-15 مليار، ولكن اذا هيدا الشغلة الوحيدة ممكن تنقذ لبنان من الانهيار الاقتصادي. برجع بقول لك الشغلة الوحيدة، اتفقوا
عادوا ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ما تقوموا من وراء الطاولة قبل ما تتفقوا اليوم. العالم عم بخف حماسة للاستثمار بلبنان. أنت بتعرف كان في 14 شركة مصنفة، 14 شركة مهتمة، 14 شركة كان عندهم شبه مكاتب بلبنان ووجوده عم بيروحوا. من هال 14 صاروا 8، من هال 8 في 3 عم بيقولوا لهم إذا من هلأ لشهرين 3 ما صار شيء نحن تركين ما بقى مهتمين. طب اليوم عم بتشوفوا هالشيء، عم بتشوفوا الدين العام صار 71 مليار، عم بتشوفوا كل سنة العجز قد ايه عم بيطلع، عم بتشوفوا إنه وضعنا الاقتصادي على تراجع، دخل الدولة على تراجع، شو ناقصكم اليوم؟ ولنقول في دولة ما بدها، لا الأمريكان عم بحمسوا لبنان وعم بيقولوا لهم خلصوا خلصوا في فرصة. نحن كل تأخير هو إفادة لإسرائيل، ما في غير مبرر. هل نحن نفيد إسرائيل؟ ما حدا بعتقد بده يفيد إسرائيل. طب ليه ما عم تتفقوا؟ لأنانيتهم الشخصية، لمصالحهم الشخصية. وهيدا أنا بعتقد اليوم لازم العالم بقى تقوم، الشعب يقوم، الشعب يحكي. حاج قاعد وساكت. طيب بس إذا كانت الهيئات الاقتصادية عم تكتفي بمواقف، شو بنعمل؟ شو طب شو بيعملوا الناس؟ شو بنعمل؟ الناس عم بتجوع، الناس عم بتجوع، البطالة عم بتزيد، الجريمة عم بتزيد اليوم، الكارثة. اليوم قال لي الشاب اللبناني اليوم شو حلمه؟ بياخذ فيزا ويترك البلد. يقوم العالم والمجتمع المدني لازم بقى يتحرك أكثر من هيك، يتحرك لانتخاب رئيس جمهورية، يتحرك اليوم مشان انتخابات نيابية، يتحرك بقى، لازم الشعب يتحرك، نحن بعدنا قاعدين. ما بتعتقد انه الذنب الاكبر يقع على الهيئات الاقتصاديه اللي هو مكون من ناس عندهم قدره تاثير اكثر من الراي العام؟ نحن شو بنقدر نعمل اكثر من اللي عملناه؟ اكثر ما عم نعمل نحذر، اكثر ما عملنا مؤتمر. معلش نحن اليوم عم نروح عم ناخذ دور الدوله بصراحه، عم نروح على لبرا عم نقول لهم نفتح اسواق جديده، عم نتحرك. كل ما بصير شغل اليوم بالسياسه نحن اول ناس عم ننط على هالبلد وهالبلد وهالبلد وهالبلد. الهيئات الاقتصاديه وين كانت من شهر؟ كنا باكبر وفد على ايطاليا عم نقول لهم تعوا لنشغل سوا، تعوا لنعمل شركات اليوم مؤسسات مشتركه نحن وياكم. نحن رايحين على السعوديه كان عندنا هلا زياره، بس هالتغييرات يلي صارت بالمملكة تأجلت. ب 16 شهر نحن رايحين كوفد اقتصادي اليوم لوين؟ على قطر. ب 18 رايحين على دبي وأبو ظبي، رايحين نقول لهم نحن بدنا أحسن علاقات، نحن بدنا نستمر، نحن لبنان ما يعني بيضعف بس ما بيوقع. تعوا فكروا لبنان المستقبل، لبنان إعادة إعمار سوريا اللي بدها تمر عن طريقنا، لبنان البي بي بي، لبنان المشاريع، لبنان لبنان لبنان. عم نسوق لبنان. قل لي أهل السياسة شو عم بيعملوا؟ مشغولين. شو عم بيعملوا؟ مشغولين بشو؟ مشغولين يرجعوا البلد لورا. نحن اللي عم نتحرك كل شهر عم بكون إنا زيارة زيارتين للعالم العربي أما لأوروبا أما. أشرنا إلى أشرت حضرتك للبحث يلي عم بيصير لإقرار الموازنة. هل تتوقع هالمرة عجوبة ما تصدر موازنة؟ ضروري بتعطي استقرار. طيب ممكن تعطي استقرار ولا بس تتمنيها؟ أنا شخصيا أتمنى أكون غلطان. إذا مختلفين اليوم على تعيين سفير. سفير هل يجوز اليوم؟ بسألك سؤال، هل يجوز فرنسا أهم دولة لنا بالسياسة، أكثر دولة دعمتنا بالسياسة، سنتين ما عندنا سفير فيها؟ شو بدي أحكي عن 36 سفارة غير سفارتنا بباريس ما فيها سفير؟ إذا اليوم مختلفين على تعيين سفير يعني إذا مختلفين على ما تأخذني بالكلمة على زبالة المواطن، هيقدروا يتفقوا اليوم على موازنة؟ أتمنى يتفقوا، أتمنى. بس ما أنك متوقع. أنا أتمنى. طب ماذا تقول عن ما يشار إلى أنه في هذا الجو الصحف اليوم أنه في بحث باتفاق يجمع ما بين الموازنة والسلسلة لتصدر موازنة تضمها؟ أنا ما بتخيل اليوم حدا عاقل ممكن يفكر بموضوع السلسلة هلأ، إلا إذا في انتحار، إلا إذا قرر اليوم قوى سياسية يلا تعوا على الانتحار. الوضع المالي خطر. انت كان نهار التنين كان في وزير المالية وشرح هالأمور، والوزير المالية كانت موجودة على الهواء قال كيف نحن بهالوضع الدولة اليوم بتثبت 14 ألف موظف زيادة بال 2014. نحن وضعنا كتير صعب. بس ما حدا عنده جرأة يطلع يحكي. بس مين الجهة اللي ثبتت؟ ما حدا عنده جرأة يطلع يحكي. وأنا أتمنى يكون يطلعوا يحكوا بقى خلص يصارحوا العالم. نحن ما في إلا عم نركب اليوم عم هيك تبقولوا عم نشيل طربوش ونحط طربوش بس حنوصل.
هذه ما بنقدر نستمر فيها. استاذ محمد، هل تتوقع بنهايه الامر انه الموازنه السلسله تكر في هذه المرحله بالذات؟ انا ما بعتقد هلا، انا بعتقد بضل في ناس يعني في عندها مثل بيقولوا ضمير بهالبلد، في بعد ناس بتخاف على هالبلد، في ناس بتخاف على مستقبل هالبلد. في ناس بيقولوا الضمير انه في ناس عائلات ما عم بكفيها أي راتبها. ايه خليها الدولة ساعتها تصير عاجزة عن الدفع، اللي اليوم مستحقات العالم وين؟ الدولة اليوم عليها ثلاث اليوم في محاكم، ثلاث دعاوي مع مؤسسات دولية، ما في، عم بيختلقوا المشكلة، الدولة عم تختلق المشكلة لأنه ما معها تدفع، طيب التفي آه اليوم، القطاع الخاص اليوم اللي هو عم بيعاني بتراجع وعم بيعاني وعم بيعاني، في مؤسسات إلى 4-5 مليون مع الدولة مع التفي آه، أنا ما بلوم أي حدا بس ما معهم مصاري يدفعوا، ما معهم مصاري يدفعوا. بظل هذا الواقع يرى البعض أنه في إمكانية الاستفادة من اليد العاملة السورية المقيمة في لبنان، هي يد عاملة رخيصة يمكن أن تؤدي إلى بعض المشاريع يلي يعني اليوم أنت عم تعمل لي مثل أحد المسؤولين يلي زارني بالغرفة بدون ما سمي اسمه، أنه كيف بدنا نستفيد، كيف بدنا نستفيد، عم نشيل يد العاملة اللبنانية نحط يد عاملة سورية؟ أنا بتفهم اليوم في مصالح، أنا بوافق اليوم نحن بحاجة لهاليد العاملة، الزراعة نحن بحاجة، بالعمار نحن اليوم بحاجة، لا موضوع يمكن في، بس اليوم نحن إذا استمرينا هيك اللبناني حيصير عاطل عن العمل. أنا بدي أقول لك شغلة، 37% من عمال الصناعة اليوم بالقطاع الصناعة أصبحوا غير لبنانية، وهذا الرقم عم بقول لك إياه على الهوى وزير الصناعة عطانية. 86-88% من عمال اليوم الزراعة صاروا سورية، قبل الحرب كانوا 50%، 50%. أي حرب عم نحكي؟ بسوريا. حرب السورية. قبل الحرب السورية كانوا 50%. نحن عنا مشكلة حقيقية بالبلد، وإذا اليوم في قرار بدون يخلقوا 150-200 ألف وظيفة جديدة للاجئين السورية، تتفضل الحكومة الدولة النواب يقروا سلسلة رتب الرواتب، لأنه أول ما تقر سلسلة رتب الرواتب أكيد اتحاد العمال الحام وحقه اليوم بده يطالب اليوم بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص، لأنه ما في بلد بالعالم بكون في اثنين حد أدنى، واحد بالقطاع العام واحد بالقطاع الخاص. صار الحد الأدنى كلفة الموظف 900 دولار، ساعتها شو بده يعملوا؟ بدك تشيل اللبناني وتجيب السوري. إذا في قرار يا أهل السياسة يا مسؤولين، إذا بعد في مسؤولين بالبلد، إذا عندكم قرار اليوم هيدي أحلى طريقة وأحلى وسيلة لتشيل اللبناني وتكبه من شغلته وتجيب السوري تقعده مطرحه. ليش عم تنظر للموضوع مثل كأنه في مؤامرة معينة؟ أنا عم بحكي الأمور مثل ما هي. شوف هيدا أرقام اليوم، أنا عم بقول لك 37% من عمال مصانعنا أصبحت غير لبنانية، وهيدا رقم عم بقول لك إياه على الهوى وزير الصناعة قال لي إيه. طيب اليوم معلش شوف للصناعة كيف بده يستمر، تراجع بالصادرات، الكلفة الإنتاج عم بتزيد، اليد العاملة عنا اليوم، طيب شو بدك تعمل؟ كيف بده يستمر؟ إذا بدك تجي تقول له زيد حد الأدنى، يا عم بتقول له سكر، يا عم بتقول له وظف سوري. طيب شو كان جواب المسؤول الأممي لما قدمت له هذه المعطيات؟ قلت له أنا اليوم بالنسبة لي عم بطالب بقانون اليوم يمنع الشركات اللبنانية بتوظيف أكثر من 10% غير لبناني، إلا بعدة مصالح ساعتها ممكن تحكي فيها. واليوم أنا ما بدي، بدي أفكر له بعودته، أنا اليوم إذا بدي أخلق له فرص عمل، مشاريع عمل، طب هذا كيف بده يرجع؟ شو كان جوابه؟ نحن نعرف اليوم ما عنده جواب، كان إنه شغلتكم مطولة، شغلتكم مطولة، بس أنا ما بدي أفكر كيف بدي وطنهم بطريقة غير مباشرة. نحن بنعرف اليوم إنه أكثر من 50% موجودين بلبنان مناطقهم ما فيها شيء، ما في مشاكل، ما في حرب، بس لاقوا إنه حياتهم وعيشتهم ودخلهم هون أحسن، أحسن. عبيجي يقول لك اليوم العائلة مؤلفة من 5 عم بيجيها مساعدات 96 دولار، حسب دراستهم مفروض يجيها 430 دولار. هذه مسؤولية المجتمع الدولي اليوم، روح شوف كيف بدهم اليوم يصير في مساعدات أكثر للبنان. للمساعدات اليوم موجودة اليوم لتركيا، للمساعدات موجودة للأردن، طب ليه نحن ما في مساعدات إلا قليلة؟ ليه عم تخلوا السوري يجوع هون لتزيد الجريمة، لتزيد السرقات؟ ما كل يوم عم نشوف قدي في سرقات. اليوم الجوع كافر، الجوع اليوم بوصلك لتسرق ولا تقتل ولا تعمل ولا تمشي بالمخدرات ولا كل شيء بوصلك. خلينا نتوقف استاذ محمد مع فاصل اعلاني، بعده نتطرق الى ازمه ايضا من الازمات المطروحه هي اقفال المعابر البريه، وطبعا نحكي ايضا ب
المسعى لفتح أسواق في روسيا وبعض تداعيات أيضا الأزمة السورية. مشاهدي أم تي في، محطة وجيزة ونعود. نتابع مشاهدي أم تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم وضيفنا رئيس اتحاد الغرف الأستاذ محمد شائر. أستاذ محمد، عم نحكي كنا عن تداعيات الأزمة السورية على لبنان، زيادة عمالة، ارتفاع بطالة، اقفال أسواق، تراجع صادرات. عم نحكى هلأ بشكل خاص عن مشكلة اقفال المعابر، هل في حلول بديلة؟ سيدنا، هذا الموضوع نحن من 4 سنين لقينا له حل. أيام ما كان الوزير غازي العريضي وزير إشغال ونقل، صار في اجتماع موسع بالغرفة، بوقتها كان في مشكلة، ما في خطوط بحرية أسبوعية أما يومية إلى دول الخليج. اليوم صار في، وكلفة البحر أنا بأكد لك أرخص بكتير صارت من البر، أرخص بالكلفة وبالوقت. قبل كان يقول لك كلفة الكاميون على السعودية 1100 دولار، والكونتينر بكلف 2200 دولار. وقت ما صارت المشاكل والمشاكل زادت، صار السائق اليوم عم ياخذ أكثر، كلفة السيارة صار، التأمين صار أغلى بكتير، وفي أمرار ناس ما عم بتأمن. لا، اليوم موجود البحر. في موضوع 3 أشياء ممكن تتأثر فقط، هي الخضار والترابة والمشروبات. هدول اللي ممكن يكونوا أغلى شوي، بس هدول إلهم اليوم طريقة. ليه المشروبات؟ لأنه بتحجم، بحجم الكونتينر، يعني اليوم بدها فوليوم وقيمة الكونتينر منا كبيرة. والخضار، حتى الخضار أنا عرفت اليوم كان موجودين عندي بالغرفة من يومين المصدرين، كونتينرات المبردة صارت أرخص من البراد اليوم، السيارة المبردة. نحن اليوم كنا بأبروس يا أخي، اعتبرنا أبروس، كيف بنصدر؟ ما أبروس جزيرة، نحن قدرانين نصدر عن طريق البحر. ويلي بده أي مساعدة، غرفة بيروت وجبل لبنان نحن بنمسكه بإيده، بنقول له مين الشركات اليوم، مين اللي هن ممكن يشحنوا لك، ما في أي مشكلة في هذا الموضوع. في كمان الخط على العراق عبر تركيا، فتح ولا ما فتح؟ بعد ما فتح، عم بيطالبوا اليوم إنه يجي بواخر، اليوم بواخر رورو اللي بيطلع عليها الكاميون، في بواخر مقدر نأمنها إذا في كمية الكمية. وهيدا امبارح حكيت هذا الموضوع بالغرفة وعم ندرسها اليوم، نشوف قد ايه في يتأمن كل يوم كاميونات. في ناس مستعدة خلال أسبوع تجيب بواخر تطلع من طرابلس، يطلع الكاميون عليها ويصير بتركيا. وين بتركيا مبدئيا؟ بتركيا المكان اللي هن بلاقوه ما في مشكلة، بأي بور بحبه ممكن ساعتها نحن نلاقي حل. حتى إذا بده يروحوا على العراق وكل هاد المسائل، حتى بيقدروا يروحوا وين مكان، كله له حلول، كله له حلول. وقت ما بنقعد ورا الطاولة بنلاقي حلول. كيف من 4 سنين قوينا الخطوط البحرية إلى كل دول الخليج اللي نحن بنصدر عليها، اليوم نقدر نلاقي حل، ما في مشكلة. طيب هذه الكلفة والإضافة إنه بتضعف قدرة المنافسة للبضائع البلدية. ما الكلفة بالبر صارت نفس الشيء، صارت أغلى بالوقت. وبعدين قل لي كم سيارة انسرقت، كم سيارة احترقت، كم سيارة انخطفت، شو إذا واحد راحت سيارته التأمين ما عم يدفع له، بكون فيها بضاعة ب 100,000 أما 200,000 أما 50,000 دولار. اليوم البحر أأمن وأسرع وأرخص. خلينا كنا بموضوع الصادرات والعلاقات الاقتصادية مع روسيا وما سيكون، في مقتطف من الصحافة اللبنانية من جريدة النهار. كتب الزميل موريس متى في صحيفة النهار مقالة بعنوان بروتوكول تعاون لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع روسيا ولبنان يطمح لرفع صادراته. ومما جاء في المقالة اللافت أن في الاتفاق الاقتصادي ما يتعلق بتسهيل تصدير البضائع اللبنانية إلى روسيا وعلى رأسها المنتجات الزراعية، إذ يساهم هذا الاتفاق التجاري في تشجيع المزارعين اللبنانيين على تصدير منتجاتهم إلى السوق الروسية عبر خفض الرسوم الجمركية المفروضة عليها، بالإضافة إلى منحها أفضلية للدخول إلى هذه الأسواق على حساب بضائع ذات منشأ آخر. استفاد ربما لبنان، كان أو مطروح أنه يستفيد من الأزمة بين روسيا وأوروبا الغربية، هل تمكن من هذا الأمر؟ ما في إنتاج عندك كافي. طيب الإنتاج القليل ولا لازم يكون كافي كمان؟ ما في إنتاج كافي. اجتمعنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة بالغرفة، صارت الاتفاقية،
واخذوا قرار الروس اليوم وسعى كثير الى الصديق جاك صراف بسبب علاقاته اليوم الموجوده تصير تفوت هذه البضائع خط اخضر، خط اخضر. والجمارك منا مشكله، ان شاء الله جمارك 500%. هن عم بيقولوا لك انا بدي اشتري كيلو تفاح ب 3 دولار، شو لك انت اليوم اذا في لك في جمارك اما ما في جمارك؟ اذا اليوم بدها تدفع انت عم بتصدره ب 90 سنت واقل من 1 دولار، بس ما عندك الكميات المطلوبه، ما عندك. هلا نحن هلا رجعنا عدنا وعزمنا، صار في لقاء بالغرفه نهار الثلاثاء، وجبنا كل المزارعين الكبار والمصدرين الكبار، قلنا لهم شوفوا هلا مواسمكم بتبلش، من 3-4 أشهر وقت ما جمعناهم حيتخانقوا بين بعض. متعودين اليوم على اسواق العالم العربي، سوق هين لالهم، علاقات تاريخيه، هذا بيقول لي انا هذا السوق وردته من ابوي من 40 50 سنه، طيب شو انا جايبك لروح لك السوق؟ انا سامعك انت اليوم عم تشكي انه اليوم بضاعتك عم تكبها. تبين كان عندنا مشكله التفاح. التفاح لانه اجت الموسم المي من سنه اليوم ما صار في كميه مي، التفاح صار قياسه 4-4.5. المطلوب هو لينباع 6-6.5. 4.5 طيب بس صغير، حب صغير، بده يا اما اليوم جمعيات خيريه تشتريه، يا اما الجيش يشتريه، يا اما بروح مساعدات بروح هبات كيف ما بدك يروح. هاي المشكله الوحيده اللي كانت، اما غير هيك تبين ما في كميات. يعني بس تقول ما في كميات، يعني ما بيقبلوا يستوردوا من لبنان لانه ما عنده كميه كافيه. اليوم انت اذا بدك انت مين بده يستورد منك؟ الشركات الخاصه، ما بقى الدوله. الشركات الخاصة، ما نحن رحنا على روسيا وجبنا الكونتراتات وجبنا الروس لهون وقعدناهم، ما في حدا بيقبل اليوم سوبر ماركت بقول لك انا بدي 40 طن بالشهر، 40 طن بالشهر من البندورة ليه؟ عندي 170 فرع، طب اذا كل فرع بيع كم كيلو اضربهم على كذا بده 40 طن. هلا في ممكن انواع الفواكه الغالية، هذه ممكن ساعتها تكون كمياتها قليلة، هلا صار في عندهم الرزنامة الزراعية، حيعرفوا شو اللي مفروض. اللي مهتم يتفضل. انا انشأت بالغرفه مكتب وحطينا واحد لبناني روسي بيحكي روسي وعلاقته دغري مع السفاره هون ليسهل على العالم، موجود بغرفه بيروت صار له 5-6 أشهر موجود. يلي بده يصدر يتصل فينا، في سوق وهني بحاجه، وهذا الشيء قاله المسؤول الروسي نحن بحاجه. قبل هاي بالنسبه للخضار، بالنسبه كان في مشكل تاني وهلا انحل هيدا المشكل، هو موضوع التحويلات. ما بتقدر انت اليوم المصارف اللبنانيه تقبل لا اعتماد لا باليورو ولا بالدولار من روسيا. ليه؟ لانه نحن بلد ضعيف، لانه نحن بلد مثل ما بيقولوا منخاف اليوم، ومعنا حق ومعنا البنوك تخاف في اليوم هالعقوبات الموجوده من الاتحاد الاوروبي. بس انا بسال وسالت المصارف وسالت الكل وسالت حاكم مصرف لبنان، طب ليش نحن علينا عقوبات؟ ليش اليوم المغرب علاقات المغرب مع اوروبا اقوى من علاقاتنا مع اوروبا؟ الاستثمارات الأوروبية بالمغرب أضعاف وأضعاف من استثمارات نحن، شبه ما عندنا استثمارات أوروبية هون. طب مصر أيضا، ليش مصر اليوم بيعتهم ب 8 مليار والمغرب ب 7 مليار وعم بيفتحوا اعتماد؟ ليه نحن الاعتماد ممنوع؟ لأنه نحن دولة ضعيفة، نحن دولة اليوم ما عندنا متأخذني ما عندنا عضلات، نحن اليوم مين مكان ببل إيده فينا. إن رغم كل هالشيء لقينا اليوم حل أنه بيقدروا يفتحوا اعتمادات يا بالعمله الروسيه يا باللبناني يا اما ممكن بالاماراتي اما بشيء، بس نبعد عن الدولار ونبعد عن اليورو. صار في يعني استفدنا من شيء ولا بعده كله في عالم صدرت؟ لا رغم كل هالشيء من بعد زيارتنا في عالم صدرت، ما انا الارقام التصدير عندي، بس انا بقول لك كان وقت ما عملنا هالوفد الكبير على روسيا وهاللقاءات المهمه، انا كان بالنسبه لي روسيا بدي استفيد صدر لها ب 300-400 مليون. قد ايه طلعت؟ هلا بعدنا عم نصدر 40-50 مليون بعد ما وصلنا، هلا من بعد هالاتفاق وقالوا هن مستعدين ينزلوا 25% من الجمارك اليوم بالقانون بيقدروا يعملوها، وقالوا في الخط الاخضر، يعني بتفوت بضاعتنا الخط الاخضر ولكن تكون مطابقه للمواصفات، مش انه والله نجي نبيعهم اليوم حبه التفاح هي 7 نبعتهم اياها 5، هاي ما بتفوت، هاي ما بتفوت. عندهم مواصفات والروس اليوم مواصفاتهم مثل المواصفات الأوروبية، وأنا قلتها وصرحتها، اللي بس يقدر يصدر إلى الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يصدر إلى روسيا ما في مشكل. والأسعار يلي الروس عارضينا لك هي أكثر 100% من اللي نحن عم نصدرها لأي دولة، بس نحن اليوم في ناس بصراحة كسلانين عم تبيع التفاح لمصر ب 80 سنت هو عم ببيعه ب 3 دولار ودولارين ونص للروس. لك ليش؟ ما بده يتعب،
للأسف. يعني في أزمة ولا ما في أزمة؟ أنا تبين لي وعبقول لك إياها على الهواء، وكلهم أصدقاء اليوم التجار، وكل يوم عم بكونوا بالغرفة، ما فيها الكميات، في نق ما في الكميات، كان مشكل على التفاح لأنه حبة صغيرة وهيدي هي. وعلى المستويات الأخرى خدمت مستويات الثانية، نحن كنا بدنا نعمل معرض بحزيران وأجلنا المعرض لأنه كان في مشكلة موضوع الاعتماد والتحويل. هلأ من بعد الاتفاقية من مضت، من بعد ما لقينا حل لهالتحويل، وأنا برأيي يعني بده يصير هالعقوبات بدها تنشال على روسيا، لا روسيا بتحملها ولا أوروبا بتحملها، تانيتهم ما بيحملوها، بده يصير في شيء. وأنا بعتقد من هلأ لآخر السنة حتبين الأمور. يعني فوتنا الفرصة برأيك؟ لا، نحن ما بدنا نبني السوق مع روسيا فقط خلال الأزمة. أنا بدي أفتح السوق اليوم، بدي أعودهم على بضاعتي على إنتاجي. وهن مبارح بالمؤتمر يلي صار قالوا نحن بحاجة، ونحن شفنا نوعيتكم، نوعية الخضار والفواكه نوعية جيدة، نوعية طعمتها طيبة، بدنا نشتغل معكم. بس برجع بقول السؤال، هل المصدرين أدرانين أما بفضلوا أسواقهم اللي معتمدين عليها؟ نحن أساساً أسواقنا كلنا بنعرف أنه هي الخليج. طيب إذا اليوم بتقدروا عندكم فائض صدروا لروسيا، هيدا اللي نحن قلنالوني لغاية اليوم مبين أنه ما فيها الفائض. خلينا لآخر محور من حلقتنا، الأزمات أستاذ محمد بتعرفها، صرت أنت رئيسة وجددت هيدي ولاية جديدة، كانت السياسة بنعرفها، قدرة التغيير بنعرفها، بس السياسة مع الوقت عم تعرف لون أكتر وأكتر 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 سنة. بس للأسف يعني ما راح تكتشف شو منيح. سؤال إنه كيف بكل هذه المعطيات ممكن يتوجه الاقتصاد اللبناني لكي يتعايش؟ انتخاب هالكم، انتخاب رئيس جمهورية، مش بإيد انتخاب رئيس جمهورية، لا استثمارات جديدة، لا مشاريع جديدة، كان هيدا الأزمة قبل ما تخلص ولاية الرئيس ولا أيضاً. ممكن قد تراجعنا، شوف لي من سنة قد تراجعنا بالأرقام، شوف لي بالأرقام قد تراجعنا. واليوم كيف بدك تطلع تسوق لبنان؟ كيف عم نطلع لبرا؟ أول سؤال أنت حتنتخبوا رئيس جمهورية؟ هيدا أول سؤال كله بيسأله. بس ما في توجيه. رئيس جمهورية هو ضماني للبنان، لاستمرار لبنان، لاقتصاد لبنان، لسلامة لبنان، لأمن لبنان، لعلاقات لبنان اليوم الدولية. لاجب انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن. في ناس بيقولوا أنه لبنان عليه أن يتعود على هذا النمط ويفكر اللي عم يفكر هيك هيدا اليوم أنا بعتبده غير لبناني، وهذا يكره لبنان، وهذا عدو الوطن وعدو الاقتصاد. ما لبنان ما ممكن نستمر اليوم، ولا ممكن نرجع لبنان نقلع ويصير في عنا استقرار بأي مجال إذا ما انتخب رئيس جمهورية وبأسرع وقت ممكن. في ناس عم بيقولوا أنه يجب لبنان أن يستثمر ويركز على اقتصاد المعرفة. أنا هيدا الشيء بوافقك، هيدا مستقبلنا. هيدا ما بيتأثر لا بالسياسة. هيدا مستقبلنا اليوم. صناعة المعرفة وصناعة الخدمات. ودائما وقت ما بحكي هيك في بعض الصناعيين التقليديين اليوم بيزعلوا من كلامي، وأنا بجاوبهم ما تزايد علي، أنا صناعي بالبلد أكبر منك. مستقبل لبنان صناعة المعرفة، وهيدا اللي بدنا نركز عليه. وهيدا مشكور حاكم مصرف لبنان يلي نزل اليوم 450 مليون دولار اليوم صندوق مالي لدعمهم، وأكبر مؤتمر صار بتاريخ لبنان، حضروا أكثر من 1000 شخص وقت ما أعلن عن هالصندوق حاكم مصرف لبنان. نحن في لبنان وفي اللبنانية، بعدنا اللبنانية، في عنا اليوم مبدعين، هيدا اللي بدنا نستثمره، هيدا اللي ما في حدا بيقدر ينافسنا فيه بالمنطقة كلياتها اللي حوالينا، هيدا لبنان وهيدا مستقبله. طيب بينشغل برأيك بالقطاع الخاص بهيدا الاتجاه؟ بيشتغل. شوف إذا بعد في شوية حركة هو بسبب اليوم هالمبدعين اللبنانيين، بس أعطيهم وقت، أعطيهم استقرار، أعطيهم أمان. بعدنا اليوم أحسن تصوير فيلم دعاية بيجوا عندك على لبنان، أحسن اليوم بده برنامج اليوم IT بيجي على لبنان. لبنان في مبدعين، في مبدعين، في ناس عم بيخلق كونسبت. اللي بلد عربي اليوم قدر يخلق ماركة اليوم كونسبت ويسوقها بالعالم، اللي كونسبت، اللي مطعم واحد اليوم غير لبناني عربي موجود ب30-40، اللي واحد اليوم بصنع مجوهرات غير عربي موجود، ما في غير اللبنانية. عنا الإبداع، عنا الشطارة، لو ما هيك أصلا لبنان كان انتهى من زمان. هيدا اللي عم نروح نسوقه برا، عم نقوله في لبنان، في اللبنانية. نحن اليوم أساس
نحن بنفتح لكم اليوم. قد ايه فيك تتراكم بعد على هذه المساله؟ يعني اليوم في نحن حنضل نعمل واجبنا، في بروز لطاقات اخرى، حنضل يعني. اليوم ما في شك اليوم انه شوف عم بشوف قوة اللبناني، بلا ما يقول لك اليوم تعال نستثمر بلبنان، تعال نستثمر انا وياك بافريقيا، تعال نستثمر انا وياك بالعراق، تعال نستثمر انا وياك بالخليج، هذه عم نسمعها، هي عم نسمعها. نحن عم نروح لنخلي لبنان اسمه عالي، لوين ما عم نروح عم نشكل العلم اللبناني، عم نقول له ما تنسونا نحن موجودين، رغم كل هالمشاكل الموجودين علينا، موجودين اليوم، حينتخب غصب من عنه رئيس الجمهورية. ولبنان اليوم قادم على ثلاث استحقاقات كتير كبيرة اقتصادية، موضوع البترول، موضوع البي بي بي، وإعادة أعمار سوريا التي ستمر عن طريق لبنان، والكل بيعرفها والكل عم بيحكينا فيها والكل بده يعمل شراكات معنا بسبب هالشي هذا. يا أهل السياسة، بس كله ملفات مأجلة، انتخبوا رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، خلينا ننقذ لبنان، ننقذ اقتصاده، الشعب حرام اللي عم بيجوع، قدرانين اليوم نحن نرجع نقلع ونقلع بسرعة إذا اتفقتوا بين بعض. شو الخطوة التالية؟ آخر سؤال أستاذ محمد، شو هلأ عم تشتغلوا من بعد نحن هلأ مع السعودية؟ نحن هلأ أول شيء عنا هالزيارات، عنا زيارة كتير مهمة بوفد اقتصادي بالجزائر، لأنه الجزائر دولة كتير مهمة، الجزائر الدولة الوحيدة المتوسطية يلي الحكومة معها فائض أكثر من 300 مليار، وأخذت قرار هلأ بصرف 90 مليار دولار على البنية التحتية. عندنا زيارة السعودية والإمارات وقطر، عندنا زيارة بأول حزيران إلى الجزائر، وبنرجع بعدين الزيارات الثانية بتبلش إذا الله راد من أيلول، في عندنا لآخر السنة أربع زيارات جديد بدون يسيروا. بس إنه المبدأ هو زيارات، ما عندكم خطط؟ عم نروح الزيارات لنسوق بضاعتنا، عم نفتح أسواق جديدة، شوف من 3-4 سنين النبيت اللبناني وين صار، شوف بضاعتنا، عم نفتح أسواق جديدة، هيدا هدفنا. أنت وقت ما بتزرع ما بتطلع اليوم بتين نهار، بدك وقت، في استمرارية، ولكن الاستمرارية موجودة قد ما حاولوا يأسونا. أعداء الوطن مستمرين، لبنان لو قد ما ضعف حيضل واقف يعني على إجري. عندك انطباع أنه مقصود اللي عم بصير؟ أنا برأيي طبيعي اللي عم بيصير، ما في شيء بالسياسه بالصدفه. ايه بس انه اللبنانيين شو بهمهم هول اللبنانيين؟ وانا اذا اقروا السلسله انا بقول لك لكن القرار اتخذ، يوم اللي بقروا السلسله بقول لك، ويوم يعني اللي بقروا السلسله قرار شو اخذوا يعني؟ تفقير البلد، الا اذا اقروا مثل ما قلت لك ببدايه الحلقه، اذا اليوم اخذوا قرار بالسلسله ولكن بنفس الوقت اليوم مشوا بمراسيم البترول، ساعتها ممكن هيدي تعمل اكليب. إذا وصل دينك ل 90 و 100 مليار تعرف حالك أنت فتت على الطريق الصح، تعرف حالك بعد 7 سنين الحكومة الدولة حيصير عندها دخل 10-12 مليار بالسنة، ساعتها أنت بتقول لبنان. بس في كتير ناس بيقولوا أنه ما لازم أن يخصص النفط وعائداته للدين. لا أكيد مش للدين، بتصير أنت وقت ما دخلك 12 مليار للبنان بلد صغير، أنت بتسكر الدين وبتستثمر. أنت اليوم الدولة أصلا شو عم تستثمر اليوم؟ ما في استثمارات، كلها هبات معشات. لبنان اليوم إذا في استثمارات بتصير مشاريع من الدولة بمليارين دولار، أدراني بتغير لبنان على 10 سنين، تعملها دبي بعشر سنين، ولكن بدك اليوم شوية استقرار، بدك استقرار وبدك حكمة وبدك ضمير وبدك رجال دولة ورجال يحبوا هالبلد ويحبوا مصلحته ويحبوا اقتصاده. عندك انطباع أنه المسؤولية محددة ولا عامة بهذا الإطار؟ أنا شايف اليوم أنه في عم بشوف الأغلبية مش الكل، أنا بعرف في فريق سياسي اليوم عم بدفع دم، في فريق سياسي اليوم بده لبنان، بده استقرار لبنان، بده اقتصاد لبنان، عم بحارب، ولكن أتمنى الكل يحط إيده بإيد مع بعض، مثل ما اتفقوا بالسياسة كلياتهم على الحكومة، اتفقوا مش على الحكومة، اتفقوا على دعم الجيش ومحاربة الإرهاب، اتفقوا كلياتكم على دعم الاقتصاد ومحاربة الجوع. أستاذ محمد شقير رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، أهلا بك في أم تي في. شكرا مشاهدي أم تي في، أشكر لكم للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا أم تي في لبنان نيوز على تويتر، فيسبوك، mtv.com.lb. إلى اللقاء.